حزب الاستقلال في هذا الملتقى هذا يعتبر شيء طبيعي، لأنه أولا هذا ينطلق من روح مؤتمر طنجة لسنة 1958 الهادف إلى اتحاد المغرب الكبير بصفة عامة، فكل ما يجمع الأقطار الدول المغاربية بصفة عامة نحن معه، ونحبذ أي خطوة تصب في هذا الاتجاه. هذا اللقاء يعتبر استمرار للقاء السابق، سبق أن تم في تونس وحضره عدد من الأحزاب محدود، الآن توسع عدد الأحزاب المشاركة، معناه على أن فكرة الوحدة المغرب العربي حاضرة في أذهان الأحزاب السياسية، مسيري الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وبالتالي هذه الفكرة التي غرست سنة 1958 ما زالت حية بحمد الله في نفوس المناضلين في جميع الهيئات السياسية وفي المواطن العادي غير مؤطر سياسيا، وبالتالي نعتبر أن هذه الخطوة خطوة إيجابية ونقيمين عليها، خاصة الحزب الأصالة والمعاصرة الذين اشرفوا عليها استضافوها، نعتبرها خطوة إيجابية وتتماشى مع روح خطاب جلالة الملك في المسيرة الخضراء الأخير، الذي أكد على أنه لا ينبغي أن يستمر هذا الواقع المتردي المليء بالتفرقة والانقسام في المغرب الكبير. ونعتبر هذا اللقاء أيضا رسالة موجهة إلى إخوتنا في الجزائر على أن يرفعوا الحدود وعلى أن يرفعوا العوائق التي عطلت مسار قطار المغرب الكبير، وبالتالي نعتبر على أن هذه الخطوة تصب في الاتجاه الذي يلبي إرادة المسؤولين الصادقين والحزبيين المناضلين والشعب بصفة عامة، لا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في موريتانيا ولا في ليبيا ولا حتى في مصر، لأن نعتبر أن الاتحاد شمال إفريقي بصفة عامة تعتبر لبنة في سبيل إحياء فكرة الوحدة العربية، مع أسف الموؤودة والمتردية والتي تعيش أدنى ظروف تمر بها. نعتبر هذا اللقاء نقطة ضوء تنير لنا مسارا نتمنى أن يتعبأ الجميع في اتجاهه من أجل وحدة شعوبنا. شكرا.